أما نقول لك اليوم ألف مبروك على الدورة الجديدة من مهرجان السينما والتلفزيون بلبنان. خبرنا أكثر شو اللي بيميز هيدي الدورة تحديدا، بما أنه من بعد انقطاع بسبب كورونا والأزمات اللي عم بتصير بلبنان رجعتوا من جديد. أهم شيء أنه هذا المهرجان عم نعمل بهذه الظروف الصعبة، هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والأمنية أيضا. أنا عم بعمل المهرجان اللبناني بدورته الـ11. اليوم بالنسبة للمكرمين قد رح يكون عدد المكرمين ومن أي دول؟ من لبنان، من سوريا، من الكويت، من مصر، ومن السعودية، من بعض الدول العربية بتذكرهم. وفي جوائز كمان للبنانيين شباب ومصر ومن سوريا ومن الكويت ومن قطر، شباب عرب. وأنا مخرج سينما، نقيب السينمائيين، بحب مهنتي وبحب أني أتحدى الظروف الصعبة وأتحدى اللي عم يتآمروا على لبنان، أنه لبنان باقي بجماله بثقافته بفنه بعطائه بكل شيء جميل. اليوم هل حضرتك راضي عن الأعمال السينمائية اللبنانية؟ نحن ابتدينا نشتغل سينما مش فيديو، وعملنا أفلام. كان في معامل تحمد وتطبع سينما، كان في عز للسينما اللبنانية. اليوم بيجي بيصور على التليفون فيلم، أنا نقيب سينمائيين، وبيجي بده ينتسب للنقابة، بدي أنا مخرج شو عملت فيلم، بلا أنا فيه مصوره على التليفون. ما عاد في قيمة معنوية للفن، ما عاد في قيمة احترام للشيء اللي اسمه فن. الأشخاص اللي عم يمارسوا المهنة ما إلهم عليها أبد المهنة، بس في أعداد شباب عم يتخرجوا، بنات عم ينتسبوا للنقابة، والنقابة اليوم عددها من فوق 2400 عضو فاعلين ومنتشرين بكل تلفزيونات العالم العربي. في ناس عم يعملوا مسلسلات عفاهم. الناس اليوم كنقيب بتشد على ايد، كان جمال سنان ايجل فيلمز والصباح اخوان وغيره من شركات الانتاج اللي عم تعطي اعمال. اهم اثنين عم يشتغلوا بالبلد صادق الصباح وجمال سنان، ومن بعد بيجي مروان حداد. في فالكون فيلم كمان، يعني اعمال فرديه سريعه مش شركات ضخمه. يعني صديق الصباح عم يوزع وجمال سنان بملايين الدولارات مسلسلات لبنانيه عم تنتج في لبنان. في عمل مشترك بين لبنان وسوريا ومصر وبعض الدول العربيه، وعم يعطي شيء باسم لبنان وعم يدخل فلوس على لبنان. جاني خبرينا اليوم عن تكريمك من قبل مهرجان السينما والتلفزيون بلبنان، هيدا التكريم قديش بيعني لك؟ أكيد بيعني لي كتير. أول شيء أنا بحب لبنان كتير، بعتبره بلد تاني اللي ذكريات فيه كتير كبيرة، اشتغلت هون كتير، عندي رفقات وناس بحبهم كتير. فوقت بيجي التكريم من شيء هالقد حلو فأكيد بيعني لي كتير، وخاصة أنه من إدارة المهرجان اللي كانت واقفة لفترة وهلأ رجعت، وبشد على إيدهم أنه بهذا الظرف الصعب أنه رجعوا جمعونا هالجمعة الحلوة وعم يكرمونا. فشكراً كتير لإدارة المهرجان وعلى القائمين للمهرجان. نحن بمهرجان بيروت السينمائي والتلفزيوني اختاروا تكريمنا، أنا عرضت فيلم اسمه غيوم داكنة، وبأمل أنه يعني هذا التكريم أنا بشوفه مثل ما بقول دائماً، بشوفه مسؤولية جديدة. إن شاء الله نقدر نضل هيك عم نعطي شيء مهم، شيء يستحق التكريم فعلاً. خبرنا قديش بيعني لك هالتكريم بما انه جاي من بلد الارز بظل كل الازمات يلي عم بتصير. والله دليل على ان شعب لبنان شعب حي وشعب جميل وشعب الصمود والقوة والاصرار، وان ايا كان في مشاكل او عقبات ان شاء الله هيعدوها ويحققوا كل اللي بيتمنوا يعني
شعبا وحكومة، لأن لبنان دي غالية علينا جدا، ولبنان دي بلد الثقافة والفنون والجمال، وإحنا طول عمرنا كفنانين مصريين كنا بنيجي لبنان نصور أعمال هنا ونعرض مسرح هنا، فلبنان عزيزة على قلبنا زي كل الدول العربية. تكريمي النهاردة من مهرجان لبنان للسينما والتلفزيون أنا معتزة جدا بيه، لأنه دايما تولد من رحم الأحزان الأفراح، فبالرغم من كل ما يحدث في لبنان من أنا حاسة طبعا لأنه أنا جيت لبنان قبل كده كتير، أنا حاسة أنه لبنان في حالة حزن وفي حالة أسى، بس طبعا أنا بالنسبة لي التكريم ده في وسط هذا الموقف بيعني لي كتير جدا جدا.